من ايش يا ولد؟ ليه تط ايش فيك ايش فيك يا ابو مري يا ابو ايش فيك ايش فيك يا ابو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا استاذ والاخوه الكرام، نورتونا واسعدتونا. اخبار طيبه اول شيء قبل الاخبار، اول شيء الحمد لله طبعا الاخبار طيبه، احنا صورنا مقاطع وخلصنا الضغط اللي علينا، ولكن والله يا اخوان سبب تاخير بث اليوم انه من اول ما فتحتيني سويت كذا، فيصل يجي مكالمتين راسلي بالواتس، اشغال العيال، ركان لا اله الا الله، عشان مقطع مونك وبور، عشان مقطع مونك كربنا الله يكثر خيرك يا كربنا يا بعد راسي. شكرا على 25 قفته تسب. فاول ما صحيت من النوم يا جماعه الخير الا مكالمات، ويلا يا احمد الحق، وانا ما نمت الظهر عشان المقطع، كنت قاعد احاول اضبط ثمبنيله فتاخرت. فالحمد لله صورت جزئيه مع فيصل، ثم صورت مقطع للفريق، ثم صورت مقطع لي سليمان المطعم عند الباب، بالله يجيب لي ثقفه له انت البيتزا حقتك. ايوه حقتي. طيب بيتزا دايت. يلا فا اليوم ما فيه انترو ولا وش انترو جاسر اشتغلت بتويتر، ما اتوقع انه يحتاج، احس تويتر صرت اسوي سبام مره فانكرفت والله وراحت طاقتي مره، راحت طاقتي كثير. خلى عند الباب جايك، راحت طاقتي بشكل كبير يعني مره. فالحمد لله الان ان شاء الله كذا بس شهيق زفير. الدايت بشرح لكم موضوع الدايت ثواني. قاعد ابث ركان. مو بإعلان. في الباب ركان ولا هذا؟ خلي يلا وقع السريع، تاخذ مقاس بس هذا تاخذ مقاس بس. ها يلا معك هذه. ايوه 50 سنتي كويس. اي عادي حتى لو تنتق زياده ما في مشكله. اوكي ارفع يبغى اعلى شوي من هذا، ممكن سيم باب. هذه سيم باب. ايوه ممكن سيم باب كويس عشان الثوب، انا ثوبي هنا ما يدخل. هذه 180. خلي مترين. اوكي تميت مترين 210 ما هي مشكله، اهم شيء يدخل مع المكان بس. عرض كم الحين؟ عرض هذا 90. خلي عرضه ايوه كذا، لا قصر شويه، ايوه كذا 150. اسمع وقاص هذا 50 سنتي صح؟ يقدر خلي 30 ولا قليل؟ 30 40 خلاص، خلي 40 ما يبغى مساحة زيادة. هذه 53 خلاص، خلي 40. اوكي 40 يجي كذا. اوكي ما في مشكلة، انا ما يحتاج رفوف كثير، ما يحتاج يعني رفوف عميق زيادة. 1000 بس سم رف. ايوه باقي كله. ايوه بالضبط، يعطيك العافية. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله يا جماعة الخير ونورتونا. وأعتذر لكن والله يا جماعة الخير من كثر يعني ما أبغى ألحق أبث وأخلص أشغالي قلت البث بدي على أي شيء، ف بخلص الآن. هذا واحد. اثنين
بداية المقطع حق التيك توك جام. إيش؟ أي مقطع حق التيك توك يا حبيبنا؟ ولا جاينا من 2019؟ قصدك في مقطع حق التيك توك؟ حياكم الله جميعا. طيب اليوم عندنا جراند. بثنا اليوم جراند. أنتوا الآن أبغى أعرف من ثنامون عندكم دوام بكرة ولا عادي لو تأخر البث يعني كان بثين ثنتين كذا؟ لا تخرب بدايتي يا أحمد الصمر. أبغى أقول لكم سالفة الدايت يا جماعة. طيب أبغى أقول لكم سالفة الدايت. الدايت سلمكم الله سالفته كالآتي. أمس خروف مشوي وما قدرت أقاومه فنقنقت لعلي شوي. خربتها أمس الصدق ما أكذب عليكم. واليوم ما بخربها بأخربها على خفيف. ثم بحاول إني أعوض. والله يا جماعة نومي مقلوب فماني قادر أعيش حياتي كإنسان طبيعي. أقوم وأنا أركض بالشغل اللي متراكم علي. فبحاول إني أعدله. لازم أرجع على قومة الظهر أو الصباح. ما في إلا قناة في الفريق. قناة الفريق تنزلها وضبطناها الآن. طيب أنا طالب أكل. عشان تكون طاقتي عندي ودي الصدق يا أخواني آكل وبعدها ندخل في العميق. بشغل المقطع. $100 بالله في جيم في هذا. في جيم بال بندخل الان ندخل وبنستكمل. اليوم لازم نجمع فلوس بجراند. طيب خلينا نشغل المقطع. بكره وبعده بيكون بث جينشن فنرتب بعد مع بعض. طيب في مقطع ابي اشوفه عيال حق ابو فله. ايوه هذا حق ابو فله مع محمد عدنان. شفتوه ولا شغله؟ على بال ما اخلص خلنا نشغل. ابا اكل بس على السريع وبجيكم. طيب نشوفه مع بعض. هذا مقطع واضح انه قوي مره. بسم الله. هذا مين يقدر؟ ايوه على بالك بس انا افضل صانع محتوى بالعالم وكان افضل مسدد بالعالم. جيبوا لي افضل حارس ولد. مين نادى علي؟ انا افضل حارس مرمى في العالم. انا الحارس اللي عمرها ما اختلقت شباكي من 30,000 عام منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام. عمري ما تلقيت هدف. اوكي ما بعرف نفسي يتحسن مرمى لما يتلقى هدف. ما بعرف صوت الشبك وراي لما يلف. عمري ما شعرت بهذا الشعور. مين نادى علي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة مقطعنا تحدي أسطوري ومع من مع الأسطورة. يا جماعة كل لي شرف إني أكون مع الشخص اللي دائما كنت أتابع فقط ومستمتع فقط محمد عدنان. يا رجل يا مرحبا. هذا بيسموه يا جماعة عندما يمدحك أفضل صانع محتوى في الوطن العربي أبو فلة معشوقي ومعشوق أبنائي. إيش أنا قلت معشوقي ومعشوق أبنائي. كل بساطة يا جماعة بدي أترككم بداية الوقت تحدي أسطوري مع المعروف الذي لا يعرف النار على علم محمد عدنان. تحدي قوي. واللي يعرف محمد عدنان يعرف إنه دائما يلقب نفسه بأفضل حارس بالعالم. ولكن في قناتي ليس هناك أفضل حارس بالعالم لأن كل الحراس مع أفضل مسدد بالعالم سأدمره. يا حسن عندي مقطع جبار نزل مؤخرا. دونا روما الحارس الإيطالي سقط أمامي. نيمار وميسي ومبابي كلهم سقطوا جثث أمامي. أتراني مثل نيمار حبيبي؟ منو نيمار؟ منو اليوم ميسي؟ أمام الأسطورة أبو فلة. أقوى منهم؟ أقوى منهم وسترى الآن. طبعا محمد عدنان صحيح أن أبو فلة ومحمد عدنان مع بعض هذا يعتبر شيء أسطوري. نعم. ولكن عشان التحدي يكون أقوى وحماسي أكثر فلا بد من الجوائز. 100,000 درهم على المحك يا عزيز المشاهد. 100,000 درهم؟ أيوه 100,000 درهم. 10 شيكات كل شيك يا جماعة فيه 10,000 درهم. الفكرة كالآتي. بكل بساطة أفضل مسدد بالعالم عنده 10 ركلات جزاء وأفضل حارس بالعالم يجب عليه أن يحمي عرشه. 10 ركلات جزاء كل ركلة جزاء أدخلها
عليك راح يخصم من 100,000 درهم 10,000. وصديت العشرة كامل لك 100,000 درهم أفضل حارس بالعالم. أو هذه الإشاعة اللي أحمد ياكل يا شباب رسمية جاهز حيك الآن مكتب 10 شيكات. لا 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 مكتب 10 شيكات الآن هذا العباس اللي أبيه. راح تخسر رسميا سنارة رسمي. ولا كرة راح تلج إلى شباكي. ول 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 انطلق انطلق تعال ما شاء الله ما شاء هذا تقول لهذا الايزي بس هو بطه يا اخي ركلات الارضيه راح تنهي شوف شوف جيل على عقبك هذا جلافز عشان ما تتحجج يا ايزي انا زي ريكاردو في 2004 احرس المرمى من دون قفازات ترى عندنا مسدد قوي افضل مسدد في التاريخ بالله تعال احجم الكويه اليوم الكويه اليوم اوكي يا جماعه الان هذه الركله الاولى طبعا راح تكون عاديه باقي الركلات انا ما اضمن لك اي شيء من الاشياء اللي راح تجي في باقي الركلات يا اخوي محمد انت تحملت مسؤوليه حالك لانك اتيت لهذا التحدي انا بصد اي شيء متحرك ايوه بس قال يا جماعه قال اي شيء احمي عرشك جيدا اوكي يا جماعه قبل لا نبدا لازم نذكركم بان مقطع اسطوري من الاخر مع الاسطوره محمد عدنان مقطع مدمر اسئله اسطوريه وراح ينزل غدا بكره في قناه محمد عدنان الرابط تحت في الوصف لا تنسون يا جماعه ادعموا محمد عدنان اللي يستاهل هذا اليوم راح ندمر يا جماعة. في قناة استضفت أبو فلة في حلقة استثنائية راح تشوف أبو فلة كما لم تشاهدوه من قبل غدا واليوم راح تكون تهلكتك حسن كأنك مقرب كثير لا يا رجل ماني مقرب كثير لا تخاف كل الأحوال تحلو توصل هون راح أصد ها؟ لو توصل هون أيوه راح أصد ها؟ تمام أوكي خلاص مو بتصدق بس إنه عشان الفيديو يطلع أحلى أرجع لورا أوكي متكت كلامك يا صاحبي أوكي جاهزي حالك يا محمد عدنان هذه الشوطة والركلة على 10,000 درهم العب والعب العب افضل عارس بالعالم على الطاوله وكلام ما بعرف صوت الشبك وراي لما يلف عمري ما شعرت بهذا الشعور ضعيف رسميا محمد عندنا ضعيف انا بعرف اني رحت صح قراتها ورحت صح ما توقعت انها تكون بهالسهوله يا رجل اول 10,000 راحت يا حبيبي امسك امسك الركله الثانيه محمد راح تفوزها يا محمد الركله الثانيه بكره تسلل قلنا شو هالفكره هذه يا ابو عسكر عشان شنو عشان حارس فاشل نقول خفف عليه خفف عليه خفف عليه حطه حطه جاهز يا محمد هذه قويه لو كره سله تدخل عليك يا رجل قويه قويه اذا بتدخل بعرشك يا محمد المشمش الاليم يا رجل جاهز يا حارس ولك ما يبغى تاخذ العش يا ضعيف يا ضعيف طب انا صديتها يا رجل كم دخلت 10,000 درهم اخرى راحت يا حبيبي اساطير لعبوا معي حسن وما سجل نعم ولكن اسطوره ابو فله غير يا حبيبي يا شهاده اعتز فيها صراحه شكرا لك يا فاشل شكرا لك ما لا يعلم ابو فله ان ركبه اليمنى مصابه بس لعلمك ايوه الان الركله الثالثه يا الهي يا ابو العصب شنو هذا يا ابو العصب جبنا له كره القدم الامريكيه يا الهي خصم الضعيف كره سله ضيعها كره قدم ضيعها نجرب هذه خلينا نجرب هذه افضل حارس بالعالم يجب علي ان يحمي عرشه تبي شو حيصير في هذه الكره والله اعلم ابو فله لن يضعها ضمن الخشبات الثلاث ما راح اصلا يوصلها للمرمى شوفوا الان راح يصيد طير اوكي محمد لانك في اول ركلتين بين فشلك الشديد نحرص على سلامتك لان هالشوت هذه راح تكون مدمره انت عندك عائله عائله يا رجل جاهز الكره يا ابو العصب جاهز يا وحش جاهز تعالوا يا الهي خانوني يا جماعه خانوني انا لحد ما بعرف كيف دخلت اول كرتين ما بعرف كيف دخلت عشانك ضعيف بالعكس قوي وعنيف الركلة الرابعة التنس يا جماعة شلون انا ما ادري شو الفكرة يا زلمة اقلب نادال حطها بعين العب جاهز حالك جاهز حالك لن ارحمك يا بكتاتا يا نصر خلص يا نادال ولا رجل في درير الرفيق. ولا نوفاك جوكوفيتش وليد 87 موسوعة يا جماعة والله موسوعة ما عرفت ولا واحد موسوعة يا جماعة محمد هذه 10,000 على معاك الركلة الرابعة جاهز حالك شو صدق يا جماعه يا خو اساس انت اختصاصك الصعب طبعا يعني لو ما حضر هنا كنت بين الاقدام يا خو اسطوري اقسم بالله صدق ناري كره كذي كبر طيب وش هيت وش هيت تعال شايف انسان ضعيف اوكي يا جماعه ما اضيع الركله الرابعه تحت
احتاج الركله الخامسه انها تكون اسطوريه. اسمع يا محمد، الركله الخامسه بكل بساطه بشوت وانا مقمض وانت بتعرس وانت مقمض معك. ايه علم داز حالك، راح ادمرك يا ضعيف، تسمعني؟ ها انا لا اراك ولكني اشعر. واحد اثنين ثلاثه مره دي. انظر هنا نتعلم اقوى مسدد، اقوى مسدد الذي يسدد بدون لا يرى. انا اسف لان الاشاعه هذه صدقتها انه افضل حارس، بس بالحقيقه بين انه هو افشل حارس. 10 درجات راحت. اوكي يا جماعه الركله السادسه، بكل بساطه الركله السادسه مثل الركله الاولى مضحكه. يا الله ان شاء الله ما تدخل عليك يا ضعيف يا محمد. شو راح نعمل؟ هذا ترند معروف يا جماعه كل اللعيبه يسوونه. انا راح الف حول الكره وهو راح يلف حول الصبع لمده 30 ثانيه، وبعدها راح نشوف انه عنده قوه التحمل عشان يصد الركله او يشوت عدل. يلا الله يعافيك. اضعفك يا الهي. لا اله الا الله، انا ادي الدوخه من الصغر ما اقدر. شباب شباب دوخه، تبي مي؟ شباب مي مي. كل اديك عافيه على المي يا زلم. الركله السابعه يا الله. اسمع الركله السابعه من عندك صح؟ موجوده. الوضع صعب، ثلاثه ثلاثه لازم نفوز. وينك الحداد يصير؟ شنو عندك؟ لعبة الملوك. جاهز؟ جاهز يا محمد عدنان؟ لا تجربوا هذا في منازلكم، هذه كرة مؤلمة وقاضية بالدم، سأحاول أن أوقفها، إما أنتقل للمستشفى أو أوار الثرى أو أمسكها بقفازاتي. جاهز؟ هات قرث بيل. يا أخي ليش تجيبوا لنا ألعاب الأغنياء؟ يا أخي ليش تجيبوا لنا ألعاب الأغنياء؟ أربعة ثلاثة لمحمد عدنان. يا هذا يعني عليك المفلح. باقي ثلاث محاولات. بس بسألك سؤال. أنت تعرف شو الثلاث؟ بسم الله حياكم الله. الآن الحياة انفتحت من جديد. حياكم الله يا جماعة، كيف حالكم؟ سمعوني حطوا رقم ثلاثة. أبو شيحان وش بتسوي في موضوع الدايت؟ إن شاء الله والله يا أبو داحم لازم أمشي أسوي رياضة. اليوم بعد بثي بإذن الله على الفجر ابى اروح اهرول بسوي رياضه من قلب، وباكل حبه اندومي وانام. هذه خطتي، حبه اندومي ما في مشكله. الاندومي يا عيال اعشقها بشكل يا الله. مع بيكي بلايندرز نزل الموسم الاخير، يا سلام. شونج اكس بونج ايه، وش الفايده؟ ليش اندومي عادي؟ احمد رجعت مرعي البوت، خاف البوت ما اقدر افسخ يا عيال الملابس وكذا. كم جمعت فلوس ببث امس؟ امس بثينا ساعتين الى تقريبا طلعنا بحدود 6000 دولار. بس ما كان الشغل ذاك الشغل. اليوم لازم ارفع الميزانيه يا عيال الى 15-20. لازم 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 لازم. اليوم بشتغل روم سيرفيس، بشتغل بالنادي، وبشتغل بالمنجم، وبشتغل نصاب وشحاف، كل شيء بشتغله. لازم اشتغل كل ذا. أعطاك سكن دراكولا؟ لا ما أعطاني سكن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وظيفة ممكن تتخيلها بتلقاها هنا، شكل الكرامة بترمي كثير. اي على طول كرامة ننزلها، نروح ننزل كرامة. يعني كيف مقطع اليوم اللي ما شاف البث؟ توقع كلكم شايفين البث صح؟
صدقوني ما رجعتها. اي والله صار السادس، اللهم لك الحمد، الان انا مبسوط ومرتاح. لي اسبوع ابو شايع، انتهى اشتراكي وكل ما اجدد يجي ايرور. والله غريبه يا ابو طلق، يا ابو طلق اتوقع لان فيزتك فيها مشكله. حسو بالله تكفى قابلني بشرطي وعطني فلوس. من تويتش مخبط يقولون يا ابو طلق. افضل مسلسل Game of Thrones. الله يشفيك يا انيموس يا حبيبي. ترند التيك توك من فكرته اللي بمقطع اليوم. ترند التيك توك في مقطع اليوم يا عيال، ليكن اقسم بالله اني ما شفت مقطع اليوم ولا ادري يا عيال وش مسوي رامي. ترند التيك توك والله ما شفت المقطع يا جماعة. وين ترند التيك توك؟ أول دقيقة أبسكت النغمة دي شلون؟ لا لا مو أي واحد، لازم يتفعل من السيرفر يا تجرس يا باتريك. وبالبوليفارد راح يكون عبارة عن تجمع للجيمرز كلهم في أنحاء العالم. إيش في الموسيقى عالية كذا ليش؟ أيوة راحت. أول لقطة قبل الكلام بداية المقطع. أما لا تجيب العيد اللي ما أشوا هذه وش هي؟ هذه خايفة. رامي والله توي اشوفها والله. ارحب يا ابو عسكر، ارحب انت يا ابو عسكر. أبو عسكر يا أبو عسكر، أبو عسكر يا أبو عسكر، الله يسعد قلبك يا أبو عسكر يا بعد راس. يرحب يا الشيخ، منور أنت، منور أنت والله ما ينور إلا أنت. يا ليل توي أشوفه والله. لا تجيب العيد اللي ما أشوفه. هذه وش هي؟ هذه خايفة. رهيبة رهيبة رهيبة. يعني بنزلها تويتر. يقولون ترسل لي اياها ومشرفين في الجروب مقطع، بنزلها تويتر وبكتب لهم بدينا بث. قلت يا ابو عسكر شكرا لك على ريس جاك جيفت. ابو عسكر كل ذا الدونيشن وما تمشترك يا معفن. نبي فيفا ما يكفي امس. احمد ترى اللي اعطاك دروع امس مسوي الجلتش. اقول بس أنا ميت، أنا مسحور. وبكى واشتكى ملك الفبركة واللي والسار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم أختي، السلام عليكم أختي تسمعيني؟ السلام عليكم تسمعيني؟
اي وش لابسه ذي الله يصلحها يا شيخ، والله ياخذ من بيحط لي ملابس بالسيرفر عندنا. شلوها يا عيال، والله ملابس ذي سوالف اقسم بالله. السلام عليكم. السلام. ترى ارسلت احمد يلا. مرحبا مرحبا مرحبا، اسمعني هذا هذا يا السلام عليكم لو سمحت. سلام وش تبغى؟ انت شرطي؟ ايوه. الله يعطيك العافيه، كيف حالك؟ عاد يركب؟ حياك الله، بس فك الماسك يا استاذي. ابشر ابشر، كنت شغال بالريسايكل يا طويل العمر. هلا. الان انا توي ناقل بوليت، والان انت وش بارك رينجر؟ احنا مسؤولين عن الصيد والبيئه بشكل كامل. طيب ممكن يا طويل العمر توديني اشتري سلاح صيد مرخص؟ طيب يعني انت تبغى تدخل في الصيد؟ ايوه ايوه. طيب اول شيء لازم نطلع رخصه سلاح. من وين؟ من عندنا. بخليه يشتري لي سلاح. كم سعر السلاح يا طويل العمر؟ الحين نشوفه. بقردنا يا عيال، ابغى اشتري لي السلاح وببيع السلاح. انت تبغى تصيد بلبر ولا بلبحر؟ بالمدينة يعني الأرانب المشردة. بشر. لا لا أرانب. غزلان يعني بر. لا قصدك ممنوع غزلان؟ اي لأنه مهدد للانقراض. اوكي. طيب وش أغلى شيء أبيعه؟ يعني هذا أقدر أصيده اللي على اليسار؟ لا هذا مفترس، لو شفناك تصيده قبضنا عليك. بالله عليك. الله الله. طيب هذه على اليمين. حرام عليك، شوف الغزلان ما شاء الله، ليش تصيده؟ عشان الفلوس. انا وراي عائله يا طويل العمر. هذه مهدده للانقراض يا استاذ. الله يحبك يا وي. اجل ويصيد كل شيء مهدد، الانسان مهدد بالانقراض. لا لا لا، لك خمس لحوم، عندك ارانب، عندك كل شيء. الغابه عيال ابا اخطفها، بخطفها عيال، باخذ السنايبر وبخطفها عيال. يمديني السؤال بسالك اياه يا طويل العمر، هذا السكتون يقدر يذبح انسان؟ يمكن ست طلقات لانه هوائي، فهمت؟ 50 دولار. 50 دولار؟ ايه. طيب اقدر اهدد فيه احد؟ هو اكيد سلاح. ستهدد؟ احنا جاهزين يعني. لا لا لا، هدد اذا جاء اعترضني احد اعطيك ويك سكوب. يعني الان هو بظهري، ما مو مخالف، اقدر امشي فيه كذا صح؟ لا. ها وين رخصتك؟ ارفع يدك. ليه؟ ارفع يدك على ظهرك. معك رخصة؟ عشان كذا. اوكي. لا لا ما قاعد اتكلم معك جد الان. وش هو يعني؟ الآن طلعت سلاح الآن بدون رخصة. ما طلعته بظهري هو. إيه ممنوع. ما مسكته بيدي يعني. مهما كان يا حبيبي، هذا درس تاخذه الله يعطيك العافية. طيب خلاص برجعه. الآن خذ أغراض، خذ الأغراض كاملة، خذ الأغراض كاملة. ما يكلبش، ما بيفتشني. طيب الأغراض كاملة، أوكي؟ صبر. الأغراض كاملة. معك فلوس انت؟ الصدق انه ما معي طويل العمر، ومنحرج منك من اليوم، ووقفت عليك الموضوع بس ما عرفت كيف، وزليت وخذيت ب 50 دولار وانا ما في حسابي الا 16 دولار، طلع البنك انخصم مني والان ما معي حتى حق لقمه عيشي، فوالله اني منحرج منك. شوف شوف اللي ورا، شوف اللي ورا، شوف اللي ورا. شوف شوف شوف. انقز انقز انقز. وشو؟ السلام عليكم يا استاذي. وشو؟ لا اله الا الله. خلصت؟
انزل يا استاذ انزل. لا حول ولا قوة الا بالله، سرقت سيارة وعيني عينك. أوه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وش هذا؟ وش سوى يا طويل العمر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اص 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 استر علي، استر علي. لا 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 والله لو وريها، والله لو وريها الناس ببتزه. والله لا اخذ منه فلوس، والله لا اخذ منه فلوس. جوني، والله انه جوني. ها بعطيك الفلوس ترخيص. احلف بالله، قل والله، قل والله والله تراك حلفت بالله. خلني برسلها بالميموري حقي، برسلها بالميموري حقي. انا رفعتها ذاكره خصائص رفع درايف خلاص. اعطيك معلومة والله لا استر عليك، والله ما اقول لحد تكفى، انا والله ما ابغى اذيك، بس الله يرحم والديك، دام ربي رزق لي بالمشهد هذا فابغى استغله. الله يخليك، مو كل مرة يتكرر. ما في مشكلة، بس تدري يا استاذي اعطيك معلومة. ايه تعال 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 تعال. ايوه اسلم، جوالك فيه انستغرام صح ولا لا؟ صح. تدري الان لو اسحب جوالك انستغرامك عندي يصير؟ اما ايه يعني الصور وزي كذا يصير عندي. يا جماعة أنا بساندي هذا العسكري هددني بسرقة انستغرامي. والله أنه هددني بسرقة انستغرامي العسكري حق البارك رينجر. أسقط هذا إذا ما جيتكم، اعرفوا أني مسقط. أنا بحث برسل لكم يا قروب أخوياي المطانيخ المقطع هذا، احفظوه عندكم. مع السلامة، ودعتكم الله. أنا هذا وجهي ها بساندي، شوفوا احتياطا بس طويل العمر، احتياطا احتياطا بحفظه عندي بس احتياطا احتياطا. يا اخي ما قلنا بسم الله الرحمن. اعذرني 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 اعذرني. امش امش امش، خلينا نودي المواطن. امش يلا يلا، جايك جايك جايك. هذا مرتشي، مرتشي يا عيال، لازم نتعرف عليه واخذ رقمه. وش تبي عشان تشتر علي؟ والله اني انا ما ابغى، ما ادور الاذيه، لكن هذا رزق قسما بجلال الله انه ربي رزقني فيه. يمكن لعل ربي شاف اني نيتي طيبه كنت قبل شوي وربي رزقني، فانا ما ابغى اذي احد. امس تدري من اللي كان، تدري من تعرفت عليه؟ عبد العزيز. تعرف عبد العزيز؟ تي 1 طويل العمر. ايوه طويل العمر، تعرفت عليه واخذ رقمي وعطاني 5000 دولار وقال بيض الله وجهك يا ندودي. يعني بيني وبينه اخوه وعلاقه طيبه، فانا رجال احب العساكر وعلاقتي بهم طيبه، انا ما ابغى اذيك باي حاجه. يعني الان انت لك تواصل مع رئيسي بشكل مباشر، بشكل مباشر. فاسمع اعطني اسم ابو ايش، ابو ايش انت؟ انا ابو بيتر. ابو بيتر، الله نعم ابو بيتر. ابو بيتر عالج الرجال وخلنا نتعلم بالعلم يا عيال. خلاص انزل، الله يستر علينا وعليك. لا لا لا، وين وين؟ خلاص ما بينا شيء. لا 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 لا، لاحظ اني جتني رساله من عبد العزيز. يا عيال كم اطلب منه، كم اطلب منه يا عيال، كم اطلب منه يا جماعه؟ لا وين، كثير مرة ذا ما يعطون، ما يعطون مبالغ كذا كثيرة مرة يا جماعة، مجانين انتو. اسمع ريموند، لا لا، اذا صار لي شيء ابيك تذكرني ان انا عندي مقطع بجوالي على عسكري اسقط مواطن وماسك عليه علم. طيب اذا صار لي شيء بس خلاص ابشر ولا يهمك. نعم صايب. يا ربي خلني استفيد منه يا عيال، خلني استفيد منه. اي اركب تعال يا مواطن، مواطن عطني رقمك، عطني رقمك. ايه فهمت خلاص. يلا مشينا مشينا ابو بيتر، توكلنا على الله يا ابو بيتر. بس خليت رقم الرجال لعل في حاجه ولا شيء. شكله والله موضوعك طويل. لا لا والله، لا والله، لا والله. لا خرجت. اقول لك الصدق، شوف
والله ما بكذب عليك ابو بيتر، اقسم بالله اقسم بالله ما العب عليك بحرف والله. اسمع اسمع سم سم، والله ما والله ما زلك بحرف من اللي بقوله الان. صل على محمد، صل على محمد. اسمعني ابو بيتر، اسمعني يا إيه الان اسمعك، اسمعني انت اسمع إيه؟ شوف في نوعين من الابتزاز تمام، المدى الطويل المدى القصير. يعني انت تاخذ حاجتك وتمشي ولا تقعد اسبوع اسبوعين كل ما لا شوف لمي. طيب صل على محمد عشان اريحك، عشان اريحك. اللهم والله العظيم لا احلف لك حلف باليمين الغموس اني ما اغدر فيك اذا لبيت لي حاجه واحده بس انا ابيها. وش انا رجال من سكان بوليتو، حلو حلو، وكل يوم وانت اخبر وادرى يجي حاله طلق نار، حاله خطف ولا علم ولا اقطع كلام. ليش ليش رحت هنا؟ شوف شوف بسجل دخولي عشان ما يقولوا لي يلا يلا شيء تمام. طيب ثواني بس يا عيال بيغدر فيني شكله، يا عيال يا عيال بيغدر فيني. ار 50 تو سباج 08 08. تدري مين معي؟ من معك؟ معي صقر. صقر القزم؟ القزم هذا شغال هنا. ايه ايش رايك اجيب لك يعني؟ طيب وين هو؟ مقابل جبلي. اوه حبيت جوك يا ابو بيتر انت، والله يا ابو بيتر جوك طيب. شوف شوف بيني وبينك اكره صقر. والله يا ابو بيتر انا جوك طيب. ابو بيتر اسمع حبيتك انا، عطني عطني رقمك، عطني رقمك، انا يجوز لي السوالف ذي بس الصدق انا ودي ارتاح لك اكثر. اسمع من الاخير من الاخير، انت رجال يجيك راتبك وتحب تمشي الناس، يعني يعني زي ما تقول تمشي السير يعني على قولتهم. قصدك لا شوف اني اقدر امشي مشيت لكن على حساب القانون غير صحيح ما مشي. يعني قصدك في القانون سيده حلو، بس يعني لو قلنا ان مثلا لو قلنا مثلا مثلا لا قدر الله يمين يسار يمين يسار. لا وصلت وصلت ياخذ حقك. وصلت وصلت. لا والله يا ابو بيتر معاك مرعي. ابى اقول لك عن مرعي شيء، مرعي رجال ما ينسى خويه ولا ينسى صاحبه ولا ينسى من تجمل معه. انت صح انه يعني صار موقف قبل شوي ممكن يؤدي الى محاسبتك بنظام العسكري، لكن انا ما اتمنى لك اي سوء، ابغى منك حاجه واحده بس. وش يا مرعي؟ انا رجال سلمك الله ساكن فوق جبال بوليتو، وكل يوم طلق نار وكل يوم ضرب وضريب واصابات. ابغى فرد ادافع فيه عن اهلي، سلاح صغير من غير اللي ادافع فيه. المشكلة تدري ان الان صرحوا لنا جي لوك ممتاز سلاح عسكري. اه طيب، فانت اذا شافوا معك جي لوك يدرون انك ماخذه من عسكري. طيب طيب طيب، ما عندك سلاح غير الجي لوك ام كي 2؟ ما عندنا ام كي 2 يا ابو بيتر. تكفى يا ابو بيتر تكفى، والله ما عندنا يا ابو مرعي. طيب ما حولكم؟ طيب طيب طيب، صل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. ايش في يا عيال ايش في؟ SNS صغير ما في الا سلاح جي لوك عسكري. وفيه M5 في شداق. لا هذه ما نبيها، ذي ما نبيها. ادي اصل على محمد. اللهم صل وسلم عليه. انا اشوف ان 3000 دولار بتقضي الحاجه وتمشي الامور، الصدق والله. انا ادري ادري والله اني ادري، ولكن زي ما انت عارف انا داري داري. بسم الله عليك ابو مرعي. انا داري انا داري. شكلك توك واصل بليتو. ايه صح؟ ايه تدري الان 3 ساعات بالصيد تطلع لك 70 دولار؟ اسالك بالله. يا ابو مرلي 3000 دولار كثير. انا داري انا داري يا تاج راسي، لكن زي ما انت عارف انتوا داخليه وانتوا عندكم ميزانيه الدوله، فانا ابغى حاجه يعني تمشي اموري، ومع الوقت ان شاء الله اعتبرها زي ما تقول سلفه وليست يعني من اي باب ثاني، سلفه. طيب يا ابو مدي نكون صادقين معك، والله انا مرتاح لك مره ترى. روح. طيب شوف 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 شوف، ايش رايك نروح لليخت اليسار عشان ما يكون حولنا احد؟ روح ما ابد، ضو اللي تبيه انت ابوها وسمها. طيب يلا بسم الله. يا حق اخذ السلاح اللي معه قسما بالله، والله العظيم اخذ سلاحي اخي. لا
لكن دائما بيضبطني والله ما بخسر هذا. بس ما تزعل علي يا مري. لا لا يزعل عليك والله. شوف تهديد سلاح والله ما هدك. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. الله الله في سفينتين هناك. بسم الله انزل. يلا يلا. بس وش ناوي عليه يا ابن الحلال؟ والله يا ابن الحلال ماني ناوي شيء. الله يستر يا عيال من ده ذا والله انه يخوفني. يلا مشينا يا ابن مري مشينا. ونب سباحة. الله يستر منه يا ولد. انا في وجه الله ثم في وجهك. ها ارجع يا الهدر ارجع يا الهدر. شكلك ما تدري اني ارسلتها. لا ما تدري يا اخي ما تدري ما تدري والله ما تدري ابو مري. ما تدري اني رفعت هدراي. ما تدري اني رفعت هدراي. ما تدري ليه يا ابو بيتر تغدر فيني ليه يا ابو مري؟ نبغى نمشي بعض بدون تهديدات. حقك اقسم بالله انه حقك. اعطيك اللي تبي. تبي الصدق اللي يبي. تبي الصدق والله انه حق. لكن نظام اعطيك اللي والله يجرني يا عيال لاني خايف. إيه؟ مقطع ولا شيء. اقول لك شيء غلط. 1-0 لك والله. 1-0 لك الان. 1-1 صارت النتيجه. لازم نمشي بعض بدون تهديد. والله سواها خوي خوي سواها. تم ابشر والله بالسعد. وتم وبدايه على عربون الصداقه حقنا. ها هذا شقتي شوفها شوفها. حلو. شوف عشان تعرف بيني وين ساكن انا فيه. حلو. وعشانك يا مرعي لك $500 مني. بيض الله وجهك. هذه بدايه طيبه. هذه بدايه طيبه. يلا يا ابو مرعي يلا. بس جيب المفتاح حق الشقه حقي. بس يا ابو مرعي لا تصير وراي. لا تصير إيه؟ وراي يا ابو مرعي. ابشر ابشر على خشمي. يا عيال اغدر في امه. وفي شيء يا ابو مرعي. ايش فيني حساسية؟ من ايش؟ حساسية يا ابو مري. من ايش يا ولد؟ ليه تطرحني؟ ايش فيك ايش فيك؟ يا ابو مري يا ابو ايش فيك ايش فيك؟ يا ابو ايش فيك؟ ما امكن اني اقول بسم الله. ايش فيك ايش فيك؟ يا ابو مري يا ابو مري يا ابو مري. سم 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 بفكك بفكك. الان 2-1 2-1 الان. الان انت قاعد تعلمني قدراتك. ايه هذه 2-1 لك الان. بس ترى احلف بالله ان احنا اخويا. والله يا ابو مري. ايه احلف بالله إن انها اني يا اترك بسلام الله ولا شكر الله. لا لا ابغاها من قلب بالله عليك يا ابو بيتر ان احنا اخويا. تكفى بس. تم بالله عليك امنتك بالله انك الان. شوف شوف لك الامان. عندي الذكاء عندي الذكاء عندك السيطره. حلو تذكرنا انت. ايوه 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 تكون شيء ممتاز مره. وصدقني عندك السيطره والكلبشه وال ممتاز. وانت بعد عندك قاعد تسوي مجنون. بس انا الحين عندي الان في الوقت الحالي فقط بي. فاسمع الان ابسوي معاك ديل. ابسوي معاك ديل. حلو إيه؟ الان ابغى بس انا وياك عشان نرتاح نفسيا نحلف ما نغدر ببعض. شوف $0 يا مري. $0 يا مري. صفر صفر. اي والله انك صدقت وانك كان اختبار وانك طالعت صادق. اشهد بالله اشهد بالله اني ظلمتك يا ابو بيتر. الصدق كلمه حق تنقال. انا ظلمتك صراحه. فما اقدر ما ادري صراحه وش ممكن يعني اثبت لك قديش يعني ان الموضوع. شوف يا ابو مري سم تبي تحتجز تاخذ سلاحي خلى عندي. لا والله ما يطاوعني قلبي يا ابو بيتر. بس امشي افكك. مشي مشي نمشي بعض. انا تحت من تحت اقسم بالله والله ان قلبي من داخله يقول خذ وسو. لكن ما يطاوعني لانك بدايه خير. إيه؟ يا ابو مري لاني اثبت لك اني ذا. تكفى لا افك كلام وتلف علي. تكفى يا ابو بيتر. طيب واضح كنت تعاني جدا. ايوه ايوه تعبت. انا اغير النظره عليك يا عيال. افكه ولا لا؟ والله اني غايب يا الله. بيتر الله يخليك يا بيتر. لا تسوي حاجه الحين. طيب افكك انا بيتر. احلف يا ابن الحلال ما راح اسوي لك شيء. احلف يا بيتر احلف. لا يا اسمع اسمع لو اقدر اسوي لك شيء اول ما ضمن جوالك انه خرب سكيتك على راسك. صادق والله انك صادق صادق. بس بالله ابيك تقول والله ما اسوي فيك شيء. بي احلف انك ما تسوي لي شيء. والله ما اسوي فيك شيء.
حلو، انت حلفت الان انا اقدر ما احلف لكن والله ما اسوي لك شيء. حبيت الآن؟ حبيت اي خبيث انت خبيث. اقدر الان هذه اخذ الفرصه. انت خبيث انت لا جوك طيب ده. طيب انا الان عرفت كيف ابرمج مخي معك. حلو حلو حلو. لا لا مرحله الخباثه عندك عاليه، فعشان كذا اتوقع ان احنا نصلح انك تمشيني ومشيك انا اشياء بكره تحتاج حاجه يعني ترى تبغى تترقى تذكر 50%. اسمعني شوف انا ما بكذب عليك، انا معي كلبشات مو اي واحد معك كلبشات، انا معي دروع اقدر الان ادرع قدام عينك. انا ترى محوز وعندي خير زي ما انت شايف، ولكن ما ابغى اسوي الاشياء هذه لاني انا ادري اني بستفيد منك زي ما انت بتستفيد مني. فلذلك الان ابيك تحلف انك يا سلام احلف انك ما تضر فيني. والله ما اقدر فيك يا مري. تراك حلفت. خلاص النفس طيبة الآن؟ أمورك طيبة؟ نفس طيبة. طيب الآن امسك تعال. طيب ممكن تكلبشني تفك كلبشتي يا أستاذ أبو مرعي؟ أي أكيد لأنك قاعد تمشيني الله يسعدك. صادق؟ كمان بوبي كمان بوبي كمان كمان بوبي بوبي هير هير كمان بوبي. لا والله ما تزعل، لا والله ما تزعل، امورك طيبه. لا الى الان فكر مشتي. إيه؟ طب كيف قاعد امشيك تقول انت؟ اي بس لا صرت بعيد خلاص يعني الان تلحقني صح؟ يا يا مري يا مري لا سمحت لا سمحت يا مرعي ساحر يا مرعي ساحر يا الله اصبر 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 تعال 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 يا مرعي ساحر سم حلو حلو هذا شيء راح نسيد منه يا مرعي راح الحك انا قاعد الحك لازم الان تركز معاي لازم امشي معك خطوه بخطوه انت الان انا بشرح لك كيف الحياه ماشيه انت يا ابو بيتر لازم تعرف ان اغتنام الفرص ما يصير الا مره واحده في الحياه يلا اركب يلا 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 بيتر يلا يلا من هنا من هنا يلا يلا ايوه 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 يمين يسار يمين يسار ورا ارجع 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 يلا يلا سلام بيتر شرس شرس خلينا نمشيك على هداوه لا تسوي مجنون تعال ابو مرعي ها خلاص 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 سب 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 لا لا والله ما نلغي بس بالله اشرح لي السالفه هذه شلون السالفه هذه شلون 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 يا اخي كلبشني في كلبشتي الان انت تلحقني ما زلت اي الان اتوقع اي شوف شوف الان لا ضبط صح الان امور تمام طيب وش اشرح لي اياها اشرح لي شلون شلون صار كذا طيب راح اشرح لك الان بس بدون ما تكلبشتي تكفى يا بيتر اخذت كلبشتي يا حيوان صح لا والله ما خذيتها قسما بالله لا الله. تحلف يا قسما بجلال الله ما اخذت منك ولا شيء طيب اول يعني كنت ناوي تكلبشني ايش لا بوريك الحركه ايه طيب اشرح لي اياها هذا حلو راح اعطيك راديو عسكري بالله صادق ولا تكذب حق العسكريه امسك احلف بالله موجه عساكر طيب بيتر عسك خبيث مره يا ولد ترك حلفت ترى اقسم بالله بيتر لا تكذب علي انت صادق شوف اسمه بروكن راديو بروكن راديو الى موجه العساكر بيتر ليش قاعد احس انك قاعد تطقطق علي تكفى يا ولد ايه اقسم بالله شكلك قاعد تطقطق علي بيتر تكفى ماني شوحه الله يخليك لا 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 شاحه شاحه العسكري خربان ذا يا بيتر اما خربان خلاص رجع رجع اصبر طيب اسمع اسمع يا مري ها اول شيء يا اخي والله العظيم اخاف انك تقعد ترك حلفت يا اي والله والله ما بقدر يا اخي والله ما اقدر فيك يا اخي طيب اسمع علمني 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 كيف الحركه اللي قبل شوي سويها يا اخي بعض الاحيان اذا كلبشتني وفكيتها تصير طيب ارفع يدك الان خليني افك يدك ضبط اي ضبط ضبط يلا اسمح لي اسمح لي بالغلط يا ابو لا لا ماني اسوي شيء ماني اسوي شيء بس بالله تشرح لي مره ثانيه تكفى بالله عليك الله يخليك بالله الله يخليك كيف 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 كيف, كيف, كيف. بس قول والله اني ما طقطق قبل شوي والحق وانا قاصد
والله العظيم رب الكعبة اني انك ساحر يعني استغفر الله استغفر الله ادري إيه؟ انت ساحر طيب شلون 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 بالله عليك شلون 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 تعرف اعصابي اعصابي كذا تخليك تلحق ايوه ايوه يعني الطريقه كالاتي عندك حاجه يا ابو مري عندك حاجه تدري الان قول اني املك بخاخ فلفل شو يسوي هذا ابخ على وجهك تنعمي اسالك بالله اي والله يا ولد مو معي لا مو معي مو معي بالمركز طيب وحق شرطه ذا عادي انت كل اني لقيتها طايح تكفى تضبطني فيه والله كذا والله اني كذا ادفك من تحت تدفني من تحت طيب ايش تبي ايش تبي والله لا اجيب لك ايش تبغى انت وش اللي يهمك انت تبغى تترقى انا اخليك اجيب لك ناس تصيد امهم تبغى تجار ناس يبيعون اسلحه ناس حقين صيد غير شرعي تبغى عسكري صقر اطرح لك اياه علمني مشكلة يا مري صقر 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 يعني تعرفه كان لوتنت ايش صار الان؟ لا دخل نزلوه الان اوفيسر اوف اوف اي فهو انا قايل ان انت ما انت بعسكري ما صدقتني بعد صقر الله يوفقك بعد صقر يا ولد انت متاكد عسكري يا ولد اي والله العظيم وش يثبت كنت؟ انا ايه تحت النقيب ما شاء الله عليك يعني لا لا اوفيسر 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 طيب لو قلنا اسمع شكل كابتن بس انا بحاول اشتغل لك على عكس الموضوع ده ها ايوه ابو تركي تكفى يا ابو تركي عاد مو اذا فسخت البدله تسحب علي يا ابو مرعي خلاص بينا انا شيء ابو تركي نكمله الرجال في وجهي تكفى يا ابو تركي سكوت يا مري هذا ما عجبني اصبر يا ابن الحلال خلاص ضبطنا الامور امورك طيبه امورك طيبه طيب اسمع ودنا القسم ودنا القسم هي ولد ايش خدش كان منك بيتر ما ركب دشكام يا هلي ونعم لا والله العظيم انت جديد على الداخليه اول مره اشوفك لا لي سنين بس فصلت مرتين بس ترى يعجبني انك صاطي ابيك تسطي انا على اي عسكي تسطي عليه والله سطاوتي ما تنفع يا ابو مري ليه يوم دخلنا الباك رينجر مسكنا انفسنا شوي ايه لكن يوم شفتك ارتحت لك ايه ايه حتى انا والله انا ادري متى ارتحت لك يوم قبعت وجه ذاك قلت بس هذا ساطي هذا ابن الذين ساطي يسطي على المواطنين حداب قليل الادب اي لا 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 عجبتني والله يدري اني احمي البيئه لا والله عجبتني قلت لا رح انت والداب يا حبيبي لا والله احسنت والله يا عيال هذا لازم امسكه وامسك عليه ممسك ابن الذين مرتشي ابن 66 الذين طيب اسمع الان ابيك تعلمني اول شيء انت وين رايح قسم ساندي رايح ابى اشوف المدن طيب والقسم حقنا شوف شوف والله العظيم اسمك الاول بيتر ويليام ترى انا لازم اقول لك شيء انت خبيث الصدق انك انت خبيث انا كيف عرفت انك خبيث من ثلاث اشياء بذكرك اياها رقم واحد اللي ما حد يقدر يجحده يوم خليتني اروح البحر كانت على نياتي لاني وكاله ما اعرف الاشياء والسوالف هذه اثنين أصبر اثنين يوم رحت سويت نفسك تمشي الى السياره تبغى تركب السياره عشان تنفك اللعنه حقت السحر ثلاثه يوم قلت لي ابى اعطيك بخاخ والبخاخ طايح البخاخ طلع حق بنات حق دفاع عن البنات يعني كأنك تقدم لي انا من ورا التريلات ففي كذا شغله انا جالس الان والله عظيم يا ابي حق رجال صوتك احبالك 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 انت ايوه الان وضعي تمام ايه الان سؤال انا كويس ايه حق شرطه والله يا مريم ونعم بالله يا اخي بس اقول لك شيء انا في العاده ما احس بالشعور ذا لكن انت شعوري تجاهك متذبذب ابيك بس تريحني وتخليه مستقر انا اتوقع ان شعوري تجاه شعورك تجاهي مستقر فانت يعني لازم تستقر زي انا ما استقريت اذا استقرينا كلنا
تدري وش غدرتي بك؟ ايه وش راح تكون؟ ايه راح يكون اوقف على جنب اقول الله يوفقك. ايه بيننا الميدان خلاص. إيه لا هذه مين مصلحتك ولا مصلحتي؟ ما انا بيها يعني. ايه ما اجي انزل وكلبشك وارفع اسلحه واجيب شرطه لا. ايه لا 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 لا, لا انت جوك لا لا انت جوك إيه؟ انت تفرق انت صرت تفرق. انا من يوم ما شفت انت ايه هذا الشغل من يوم ما شفتك قبل شوي ما مرت التفتيش ولا حشمت ابن امه عرفت انك يعني مره ما انت بطبيعي. فخلنا يعني لا نخسر الامور ذي. احس كلامك هذا يفصلني. لا 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 وانا انفصلت والله ما انساك. لا خليك تشتغل عندي زي ما اشتغلت عندي في البحر. اي ما في مشكله بعد الشرطه عادي اشتغل عندي. طيب الان ابيك توديني لبو ايه اول حاجه تبغى تزبن سلاح تبغى تزبن ايوه بيتر هنا ايوه اركض اركض تعال اركض اركض ايوه حبيت اعلمني علمني اشياء ايوه جي من هنا. هذا كويس هذا مره كويس يا عيال العسكري اقسم بالله يمكن الان هذا جنا امس هذا جنا امس ايوه هذا مستشفى القديم برشوت ممتازة هذه حقت المستشفى بالبوكس بس بدون برشوت. عيال ابي اختبره تسمعني بيتر ها يا ابو مرعي ما اقدر اجيك. ليش؟ ما ادري ما مقفل ما اقدر اجي قاعد اركض شوف خلاص وقف ها شوفني انت يا بيتر. اي الله يعطيك العافيه. اختبار الاول ناجح لا ناجح حلو لازم اختبره يا عيال. الولد ذا خبيث قسما بالله اني اعرف انه خبيث من خلاص الان رسميا. يلا يا بيتر ثواني بيتر بعدل شغله سريعه ثواني ها خذ راحتك بيتر انت بارك رينجر وجاي لوس ما يخالفونك؟ يخالفوني بس بقول جاي اصلح. ايه لا زين بس باجيب البخاخ خلف يلا 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 انا بكون انتظرك. طيب هذا الشيء اسكري في عسكري لا ما يدخل قبلي. ايه نعم لا والله نعم ايه يا رخي وين يدخل قبلك. هذا قسم الجديد. الله ما شاء الله تبارك الله اول مره جي. الوضع عندك تمام؟ ايه تمام خلاص امشي معي بيتر. انا ما عندي ترخيص. طيب سلاح هلا ما عندي ترخيص عليك امشي. اكيد يعني انت هنا واصل امورك طيبه ما حد يقدر يقول لك شيء. شوف أنا ماني واصل لو أشوف رتبة قدامي أكل زق. أح طيب أجل لو قالوا لي ترخيص كوين يا ولد ليه مسكوني؟ قل بيطلع لي ولد. إيه تم بس ندور محل الأسلحة دقيقة أصبر. تدري يا مرعي شوحة للآن قاعد يدور بالقسم باقي ما حصل ما لقى المدخل ما دخل مخرج للآن ضايع. هذا افتح الله ويجينا يتبعوا لي يعني يشقني ويشقه ظني انه بينفصل اليوم.
من هنا ياخذ الأسلحة. بخاف ما موجود. كذاب. اي والله. وين يحطونه؟ يمكن في قسم ثاني مخلص من ذا القسم. ادري شكله. ولا ليكون لازم احس انك تحب البراشوت. ايوه اول هديه ابي عدة غوص. ابي عدة غوص لا تغوص لا تخسي امشي. ليه عادي صرنا اصدقاء يعني عادي اقول لك. اي بس ليه ما في ليه ما في عدة غوص؟ ما في الدواسف. وين ما هذا الترخيص؟ ترخيص ليه تروح تصير؟ الله لا يوفقك. امشي يا متي. هذا كرتبه ولا مرتبه؟ ها؟ هذا كرتبه ولا مرتبه؟ ايه لا فسرتوه. اجل يحرك. هذا اخويك ذا اخوي. الله يجعله خير. الله صقر صقر صقر. الله يجعله خير. صقرك اكرهه. اكرهني اكرهني اكرهني. امشي اهرب الله يوفقك. انا اروح مع شرطي. شرطي اهرب من شرطي. هذه جديده باقي ما تعودت عليها. بسرعه اصبر انطلب الجي بي اس. طيب معلي خذ. انا اشوفك مره يعني انت متعود كان الموضوع طبيعي يعني معاك. انا ماني متعود على ان عسكري يطلق العسكري داخل القسم ومعاه ثعبان وقصير مره. هذه اشياء كثير. انا معك والله اني معاك والله اني معاك. لا اقول ان اطلق علينا النار واخش في عينه ابشر بي دام فيها محكمه ولا فيها شيء. انا والله اني معاك. روح صلح ابن بنيس. مالك. اسمع اذا مره انحديت الموتر مكتم. صلح محمد الموتر مكتم. قول لي انا اللي خذيته تمام. لا علي اقول والله انت ابشر بي. قول لي انا اللي خذيته وانا اللي اكلها ولا تنفصل انت. اذا مره هجت ركز معاي. انا اللي اسوق وزهركت الموتر وصار اللي صار. بس تم تدري. انقز ورا تنفتح بسرعه. لا انقز ورا. احتياط. ما يحتاج تشوفه بالجي بي اس قاعد يجيني. تدري ايش يبي؟ طيب صل على محمد احتياطا. والله بتنفصل. انا ما ابغاك تنفصل. اسمع مني. انا اعرف مخرج نفسي. يفهم. انا اعرف مخرج نفسي. خلاص الان نبدا موضوعنا الثاني يا استاذ مرعي. الله يستر. واضح انك ما انت متعود يا مرعي. لا الاشياء تصير في موقفنا. لا مرعي ما مرعي ما يعرف بارك رينجر. طيب هذا ليش معاه ثعبان على كتفه؟ مجنون هو؟ ادبشه. اجل مزهقك. اجل هو ها؟ ايه مالك. طيب المستشفى انت اهم شيء. لا يا رجال اموري طيبه. جتني والله طلقتين لكن اموري طيبه. معي راديو يا عيال. هذا راديو خربان. هذا راديو شغال صح؟ نروح نصلح جوالاتنا. ما يحتاج يا رجال جوالات هذه. الله يستر منا. مو هم ريحني يا عيال مو هم ريحني. والله ان مو هم ريحني. جاني صقر. الله يلعن ابو الشغله. قاعد يلحقني. طيب ايش بتسوي؟ علمني ايش خطتك. وقف. اي وقف ايش يبغى؟ اي وقف انصطاء. علمني ادخل رجلي بفمه. شوف يلحقني. قاعد يطلب دعم. قاعد يطلب دعم صح؟ انت ما معك راديو. تبي اعطيك راديو؟ عندي راديو شغال اعطيك. انت جارفه من ال ايه تبي ولا ما تبي؟ موتري. تبي ولا ما تبي؟ بسرعه تكلم. شوف قاعد يطلب دعم ترى. امسك الله يلعن ام الشغل. جت فورد. عبد الله هاي عبد الله. لا صغير خويي ابو سويحان. مو خويي بعد طق معاه.
طيب دامها هاجة هاجة صل على محمد صل على محمد صل على محمد اسمعني انقز وعطني المفتاح بسرعة الآن وزهل الباقي يا ابن الهلال أبدخل الراديو يا أخي اسمع مني اسمع مني انقز وعطني مفتاح انقز وعطني مفتاح اسمع مني اسمع مني مرة واحدة دقيقة يا أخي اسمع مني يا صقر هلا يا صقر اسمع مني انقز وعطني انا خاطبك يا وليام اسمع مني انقز وعطني مفتاح عرفتي تتبات جيرو ايت كاك سبب الحالة حاليا سبب تدريس للأساكر موقفني بإطلاق نار يا عبد الله الله يا السوداء الله يستر الله يستر يا عيال ابغى اشرب لازم اشرب هذا كمل لا هذا وين اسمع ها الله يلعن بيسك الله ينكبك يا حمار يا رب العباد يا الله هذه نكبة يا الله يا رحمن جاب العيد الموتر قاعد يحدث يا لله بيقوم لله بيقوم لله بيقوم لله بيقوم لله بيقوم يا عيال والله يا نكلت ابني يا عيال قسما بالله نكلت ابني يا عيال مسكين سلاح فاضح امي ابغى افتك منه ماني قادر يا عيال انا لو امسك الان ابى اقول لكم ايش بيصير انا ليش خايف امسك الان يا جماعه راح ياخذون مني كلبشاتي راح ياخذون مني الدروع الدعو الواحد ب2000 يعني الان ممكن تروح مني حدود 12000 8000 دولار وسلاحي غير مرخص وحالتي حاله ابرمي امه والله ان نكبه يا عيال السلاح
حرام $50. يا ولد كلت ابن ذاك ودي اروح افزع له. كلت ابن يا عيال والله انك كلت ابن المسكين. ارجع له يا عيال اشوف ايش وضعه. شكله بتجي محاكمة عسكرية. والله يا صقر لوري امك. صلح جوالي. يلا يلا بروح صلحه. روح لشقتك وحط الدروع. يبغالي ازبن دروعي الصدق. روح بروح الان بروح. انا ما ابغى امسك يا عيال ومعاي اشياء ممنوعة. لو انسجنت من البداية باكل تبن. وين يا عيال انسجن من البداية؟ والله ما اطلع. ما عندي شخصية ثانية يعني حتى ما اقدر احول شخصية. وفالكون اتوقع انه اصلا مو موجود في البيتا هذه. يعني حتى فالكون اذا رجع لازم اسوي شخصية جديدة ورتبتي تتغير لان كل الرتب تغيرت الان. عشان كذا انا ما ابي من البداية انطرح على حاجة ما تسوى. وانه سرقة لو انه شيء يسوى فلوس. اوكي. حلو البريكات الزبالة. ومدمج. ايش هذا؟ وشو ذي يا عيال؟ جيم ممبرشيب، جيم نوت بوك. بطاقة اشتراك النادي. اوه يا الغالي. $350. اسمعني يا الحبيب. قلعت امه يا رجال. راديو ما ابغاه. انت بيتر؟ وخر وخر. ايش فيك؟ ابغى اصلح جوالي لو سمحت. انت بيتر؟ ويليام. اي ويليام بيتر. من انت؟ انا يا حمار. ايش صار عليك؟ صقر ضربني بين. من هو انت؟ انا اللي معاك قبل شويه الغبي. ايه وش صار؟ كاميرا الشخص امامي حاليا. الله لي يوفق. ماجا ستة. ماجا ستة. شفت؟ قهرني قهرني. الله يقهر قهرني يا عيال. الميت يقدر يتكلم يا عيال ولا ما يقدر يتكلم؟ والله اليوم من لي يومين ابو تركي ما يبي يومين. صادق انت؟ يومين وانا مقرود ومنحوس ما قد يتكلم صح؟ السلام عليكم.
شدني 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 الله يديوه. خلني اشيل هذا العسل. 0 دولار يا غبي. حلفت انك ما تقدر. حلفت. ما قدرت ما قدرت. انت خوفتني لكل فعل ومو راد فعل. خلاص اسحب الراجل وديني المستشفى. كيف اشيلك؟ كيف اشيل؟ وخر وخر يا ابو قرن. وين المستشفى؟ ما اعرف. بالشمال بالشمال بالشمال. لك بك ازرف وروح الشقة. ما عنده اغراض كحيان ذا العسكري الله يقطعه. ما عنده فلوس. سرقته 20 مرة ما في ولا قرش معه. 0 دولار. ما يمشي بكاش. ما ادري شلون عسكري ما عنده كاش. والله ما ادري. وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ لك تفتح كل شيء. اللوك بك تفتح كل شيء. وين المستشفى؟ وين المستشفى؟ قدام 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 يا اخي. شوف بالخريطة حمار انت. وين موجود؟ الا في علامة مستشفى. مستشفى ما في. ما في والله مستشفى يا اخي. في بالشمال كذا على الحدود. شلونها شلونها؟ في بنك. بنك لون ازرق. اسود وازرق يا هدر. وشو هدر يعني؟ ازرق يا هدر يعني غبي يا الوطب يا الطمل. لا لا يا اخي نمزح نمزح يا اخي نمزح يا اخي نمزح يا اخي نمزح يا اخي نمزح. وينها؟ وينها يا اخي؟ شوف الخريطة. ما في ما في والله ما في. لا تحلف لا تحلف. والله ما في ابن حلال. اقول لك والله. سيدا يسار. يسار. ايوه. بعدين سيدا سيدا. بنزين ما عندي. والله انت تعطيني فلوس خرابة جوالي والله. دافع 350 دولار. ايه هذا حصلته. حلو. اجهد علمتك على كل الاماكن. ما علمتني على المستشفى. بعلمك على بيع الكرامة شوي. وشو هذا يعني؟ امزح امزح ودني. لا انت الدور اللي تحت يا غبي. في دكاترة. اجب تلقى موظفين مطعم. غبي انت. لا 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 خلاص نمزح نمزح يا مري نمزح. صدق امك منطقي هو. كيف اصخك؟ لا كيف اصخه؟ كيف اصخه عيال؟ ما في الا انا قدامك. وين العيال؟ وشو؟ اوه عيالي وينهم؟ كيف 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 اصخ ملابسك؟ ايه عرفت. ما تقدر. لازم لازم اتعالج عشان اقدر اتفسخ. وانت قليل الحياة ما تفسخني الا تحت المستشفى. عشان اوديك اعالجك. ما عليك ابن الحلال. قول اني من فريق الكشافة حق الباكرين. بالعين واخر واحدة. ستيل شوز. اخي ودني انت وقصتك دي الزق. محلق وانت مغمض. والله لا ربيك. 0 دولار يا اخي. ثالث مرة تسرق لي. لا تخاف لا تخاف يا حضرة العسكري. احنا بنوديك المستشفى الان. السلام عليكم ابوي. حياك الله. عالج العسكري هذا تكفى يا طويل العمر. وش صار عليه؟ طاح على الارض.
طيب شيله شيله الله يسعدك. طيب اخطب اخطب ليه ما عنده مشروب؟ وين يدور؟ ننزل الكرامة هنا. السلام عليكم يا مسعف. عليكم السلام الرحمة. هلا اخ مسعف والله العظيم اني تعبان الله يعكم بالعون والحالتي حالة. وش فيك يا عسى ماشر؟ وش فيك؟ لي 3 أيام مرقد بالمستشفى وعلي ديون ابغى اسدد قيمة علاجي. ما في مشكلة ما في مشكلة تعال. اوه مشكلتي مهي بدنية. وش اللي فيك؟ وش الاعراض اللي فيك؟ احس اني احتاج علاج بالخارج. علاج بالخارج؟ اي لان هنا علاج يقولون ما يصلح. علمني بس وش فيك؟ جوالي دق. جوالك يدق؟ اي بس ما عندي رصيد ارد. اصبر لا بالله. تبي جوالي؟ اصبر اصبر. ها يا ابوي وينك؟ هلا يا ام محمد. الو. هلا يا ام محمد. يا مرعي ان شاء الله ان شاء الله نجني بسد الدين اللي عليك $5,000 بدل ما اني بسده. والله اني احاول. ابشري ابشري والله اني قاعد احاول من اليوم اكد. يا ولد تسمعني؟ ابشري ابشري ابشري. لا 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 تطلقين لا تطلبين الطلاق عيالنا. في واحد هناك ورا. خلاص ان شاء الله والله بحاول اليوم. يا طويل خلاص الدكتور الحق علي. تكفى الحق علي. وش اللي فيك؟ زوجتي تعبانه وعيالنا تعبانين وتقول انت ما انت برجالك ابوي تصرف علينا. طلقني وعلينا دين $5,000 انا ادخل على الله ثم عليك انك تنقذنا. لا حول ولا قوة الا بالله. تكفى يا دكتور انقذنا انا ادخل على الله ثم عليك انك تفزع لنا. حالتنا حالة ومزرية وما عندنا لا ماكل ولا مشرب. ادور شرب واكل. والله اني مصاب ودمي مكسور قلبي للربع وعطشان وتعبان ولا عندي حق الصرفية هذه كلها. واسأل الله ان ييسر الحال. الله يطول بعمرك يا حضرة العسكري. اسأل الله ان يفتح لك ابواب الرزق يا رب العباد. يا هلا يا هلا بالتوفيق. السلام عليكم يا مواطن. مواطن مواطن يا مواطن يا مواطن مواطن. يا مواطن شكلك غني انت. اي ابلة اي ابلة. احنا بي دور. الله يعافيك. خذ لك ها. والله الدكاترة عندهم فلوس يا عيال. اصبر اصبر. $10 وفروها في جيبكم. ابغى دكاترة زيادة. هنا في مناقشة. الله يعافيك. اللي يتكلمون هذولي وينهم؟ بيدور. ايش تبي؟ ابغى ترزق. الله يوفقنا. وشوف معاي كي ذا. السلام عليكم يا عسكري. يا عسكري معاي كي. صلى على النبي. لعبه يا شيخ شرتها مع ابي الحسين مال امه. خلنا نفتش يا طول العمر. فتشني. فتش انت. يلا فتشني يلا. يلا فتشني يا ملغوف. يلا مسوي عسكري. ارفع يدك. لا فلت امها اخذها. يا عسكري يمكن معاه اسلحه ولا حاجه. عسكري ايش تبغى؟ فتش فتش ذا يمكن معاه شيء. ترى اللي ساري امس جانا يقول معانا معي دروع وما ادري ايش وما ادري. خلنا نفتش يا فتش. والله العظيم رد عليه. رد عليه يا عسكري. رد عليه. والله رد عليه. شكلك تبي تمشي وراه. ها ليش انا اجي دخلني ايش بعد؟ يقصد تمشي وراي ما ادري ايش معناها بس يلا مناك يلا يلا
صرت ملكة يا عسكي. يلا 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 مرعي كلب شهوة وفكه. أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يا جماعة قاعد أتكلم كذا، قاعد أتكلم يا وزارة الداخلية، شوفوا حل الشخص هذا اللي وراي، شوفوا له أبسحب جواله طول العمر. طيب والعسكري ما سوي حاجة. أنقذوني يا جماعة الخير، أنقذوني أنقذوني. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. لا تنزل هذا العنب أبو الطيب فيه أستاذي. فكة يا مواطن. أي أبشر يا طول العمر، أنا بس أنا شبهت فيه، اعذرني. حلو خل بشري قدامك وأقسم بالله ما تطول فيوتر الداخلية يا منعه. هل نسحب جواله؟ لا لا انزل. لا لا لا